جسر معلق بين آسيا وأفريقيا هو موضوع التقرير التالي، والذي يسلط الضوء على إنشاء مدينتين صناعيتين في اليمن وجيبوتي وربطهما بجسر يصل القارة الآسيوية بالقارة الأفريقية. فلنتابع معا هذا التقرير. ثم مشاريع الإنشاءات انتقلت من الشرق الأوسط إلى آسيا وأفريقيا، فقد أطلقت مجموعة الشرق الأوسط للتنمية مشروع إنشاء مدينتين صناعيتين في اليمن وجيبوتي تحملان اسم مدينة النور، ويتم الربط بينهما عبر جسر باب المندب جنوبي البحر الأحمر، أضيق مسافة بحرية بين البلدين بطول 28 كيلومترا. الجسر إذا ما تم إنشاؤه سيمثل أول نقطة وصل برية بين آسيا وإفريقيا، إضافة إلى أنه سيعزز حركة التبادل التجاري بين دول الجزيرة العربية ودول القرن الأفريقي، كما من شأنه تسهيل حركة انتقال الحجاج. أنت تتكلم عن قارة فيها تقريبا بليون نسمة، فيها من المصادر الطبيعية ما شاء الله. بعدين أنت تجارة العالم تعتمد على الشيبينج، على النقل البحري. المجموعة السعودية تعتزم بناء المدينتين على مساحة 1500 كيلو متر مربع من الأرض في اليمن ونحو 1000 كيلو متر مربع في جيبوتي، وسيتم تجهيز هذه المدن بإنشاءات البنية التحتية والتي تشمل مطارات وموانئ في مرحلة أولى، يتبعها تدفق استثمارات محتملة لبناء مصانع وشركات ومدارس وجامعات وأماكن ترفيهية لتكون مركزا اقتصاديا وسياحيا بين القارتين، يوفر نحو مليوني فرصة عمل. على أن يتوج المشروع بإنشاء جسر يحمل سكة حديدية للنقل بالقطارات، إلا أن التكلفة العالية لهذا المشروع والتي تبلغ 200 مليار دولار تطرح أسئلة حول إمكانية تمويل مشروع جريء بهذا الحجم. سوف نمول المشروع عبر مراحل تبدأ بالاستثمارات الخاصة التي يمولها طارق بن محمد بن لادن وأشخاص آخرون، ثم سنقوم بإصدار أسهم وسندات قد تصل إلى مليار دولار للإصدار الواحد، وستقوم المجموعة بعدها بإعمار وتشغيل المشروع. القائمون على المشروع يتوقعون الانتهاء من مرحلة إنشاء المدينتين والجسر المعلق خلال 15 عاما، ويرى فيه آخرون جرأة ومخاطرة تعيد إلى الأذهان مشروع إنشاء قناة السويس قبل ما يقارب 40 عاما، إلا أن السنوات القليلة المقبلة ستكون كفيلة بإعطاء الجواب الصحيح. عقيل بو 50، العربية.